وعلاش هو اسبوع فقط؟ على خاطر هاي كما قلنا راه الرزنة ما يجب عدم المساس بها، وفي نفس الوقت يجب كيف نعمل تنظيم نضمن في اخر مطاف اللي اي انسان يجب ان يعترض في الاجاله القانونيه المسموح فيها، ثم بعد الاعتراض عند الطعون يطعن قدام المحكمه ابتدائيا ثم استئنافيا، باش في اخر مطاف توصلنا القائمه نهائيا في الاهم معناتها في شكل المستوفي للقانون والوثوقي. هذاك علاش حددنا قلنا التمديد ما ينجمش يكون اكثر من هكا، لانه اذا كان حلو هذا راه ستمس الرزنامه الانتخابيه. باش نشوفوا اول ما بدات الحمله الاعلاميه وتكثيفها كيفاش طلعت الارقام، ثم نشوفوا عندنا نهارين اللي وصلنا فيهم 93,000 ناخب في اليوم اللي هو اخر يوم في التسجيل. اللي اليوم يناخذوا المسجلين الجدد نرى بانه نسبه الاناث والذكور متساويه. شيء ما كانش موجود قبل، على عكس 2011. الحاجه الاهم شنو هي؟ في فتره نتاع عزوف وفتره صعيبه برشا وفتره انه الشباب اليوم معناتها اللي يتحصلوا على ضروره مشاركته الى غير ذلك، فتره عزوف تلقاو بانه نسبه الشباب المسجل نسبه مرتفعه جدا بالمقارنه مع 2011. قدامكم الارقام بين 18 و30 سنه 43% من المسجلين الجدد، اللي بين 18 و40 سنة 63%. يعني اليوم عندنا ظاهرة مهمة جدا وهو أنه الشباب التونسي اقتنع بالتسجيل ودخل وشارك في هذه العملية بشكل أكثر كثافة. من أول ما طرح علينا سؤال هل يمكن أن نمدد؟ الإجابة كانت صعب جدا. علاش؟ لأنك عندك رزنامة، وكلمة تمديد قانونية تعني تواصل نفس الفترة ونفس الحاجة. معناتها على مستوى قانوني كيف نقولوا تمديد معناتها نفس اون دوبل شيء. بعدين ما نجموش نعملوها ليش؟ لأنه احنا عندنا رزنامة وعندنا إمكانية الترشحات، والترشحات كيف تتقدم؟ يلزمها مربوطة بسجل ناخبين تعمل تطعن فيه وتنشر. ونقول لكم أنا بين اليوم وغدوة باش نبداو في نشر قائمات الناخبين على السجل بتاع الهيئة، ونطالبوا الناس الكل باش يمشيوا يثبتوا فترة التسجيل الثانية تبدأ من يوم 5 إلى يوم 26 أوت، يعني 22 يوم. كملنا الفترة هذه ويلزم هنا الناس الكل إذا تتضافر الجهود من أجل أن الناس الكل تحاول أنها تقوم بعملية التسجيل الناس اللي ما سجلتش. وحكينا على الفئة اللي فيهم صار فيهم إشكال. من يوم 27 إلى 31 أوت تتم طباعة القائمات، من 1 إلى 2 سبتمبر نشر القائمات، ومن 3 إلى 26 الاعتراضات والطعون. نهار 27 سبتمبر تكون عندنا القائمة التكميلية النهائية. أرجو من الجميع تعظيم الحاجة هذه، كل ناخب ماذا بيه ديما يثبت نفسه راهو بلاش، خدمة الـ USSD بلاش، يثبت عملية التسجيل كاملة. اثنين، عملية نشر القائمات مش منعودة، حتى نتثبت حتى نقراو القائمات، حتى الناس الكل تراقب عمل الهيئة، راه الهيئة تريد أن يراقب عملها، يراقب بنزاهة. وعندنا الهيئة كما تعرفوا في كل مرة حاطين برنامج لتدقيق كل العمل. كل مرحلة إذا ما تتعمل نحب ندقوها احنا بشكل دي بروفيسورات، في نفس الوقت لازم المواطن هو اللي يتعلم يدخل كيف تنشر الهيئه قائماتها، راه يحب المواطن ينظر ويثبت يثبت روحه قبل ويثبت فماشي خطا او فماشي اي عنصر اخر ينجم يمس من هذا. اذا ماذا بينا راهو باش نبداو في عمليه النشر، باش نبداو في عمليه اعتراضات ثم طعون. الرجاء اذا دعوه لجميع المواطنين جميع الناخبين راهو يساهموا في عمليه التثبت من القائمة.